فعل. هلو بنات، صباح النور. كنقول لكم صباح النور. انا ما عارفاكمش صراحه، نتوما معايا شفقتو، واصلا لا فيديو ما كنحطاش بالصباح. لقيتونا اختي يلاه دابا فقت، غسل وجهنا، ندير ديك لا روتين ديالي ديال ديما الكويدات. نخرج انا وغالي دابا بابا في الصباح حطنا الفلوس ديال الحليب، وما كفاش هو الوقت، كنخصو نمشي للخدمه، ما كفاش الوقت باش نمشي لا فارماسي وعادي يرجع عندنا وهذا. وبغيت نسولكم بالنسبه لي مامون اللي عندهم وليداتهم عندهم 6 موا، كتبوا لي البنات في الكومونتير صافا راه يمكن لك تعطي الحليب ديال سليم، صافا عطي غير الحليب العادي، ما تعطيش صافي زعما ما تبقايش تاخدي له هذا. ما انا زعما ما كنظنش، ما عرفتش هذا كيديري له حتى 12 شهر عاد يمكن يحبس. خليوا لي في الكومونتير الكويدات لا ريبونس ديالكم. ودابا غادي نغسل وجهي اختي ونقاد امور. نشرب البرودوي اللي كنشرب وعاد نخرج، غنتمشى غنتمشى واحد شويه فوالا. دونك نشرب البرودوي. عيا اختي الشوهه اللي داير ليا، ولي هاد الكروسه كي ولات غنخرجو، والله حتى غنخرجو، راه ماشي هي غنحطك هنا. اون فا سورتي اولدي. شوفي يا اختي الفار فرحان، شوفي كي طبعنا هادي البارح. دابا هادي راه كتحيد صافي، اون فوا غادي نحيدها غادي نصبنهم. شوفي الفير، شوفي فرحان نخرجو نخرجو كي داك نخرجو. وريهم وريهم شويه الضحكه نخرجو خرجو. بون سامي كيف ما قلت لكم ما غاديش ندي معايا التليفون، لحقاش غادي نمشي غير هنايا. دونك غادي نخلي التليفون هنا وغادي نمشي لافارماسي، على الله نلقاهم حالين حيت جو بونس كيسدو دابا فهاد الوقيته. المهم حنا غنمشيو، تمشينا لقيناهم هي هذيك، ما لقيناهمش ما عندنا ما نديرو صافي. الكبيدات دابا جينا للدار، هنايا كندير الطوست هكا باش يتحمر، كيعجبني محمر فهاد المقيله كيجي غزال فوالا. نعم 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 كنديرو يتحمر هنا. وغادي ندير تيزان دابا اختي، تيزان ديال لويزا، و وناكل زويته وفريميج. ايوا هادشي ما كان اختي، عاد نفطر انايا فوالا. الكبدات دابا الفطور ديالي زويته، راه عندي الزيت البلديه غير هي ما غاديش نعرف نكبها هنايا لان البيض عندي كبير، تيجي عمر ويعمر لنا عاوتاني هاد القريعه. الطوست ها نتوما شوفوا كيفاش كيجي بحال هكا كيعجبني. غادي ناكل القياس ديالي بيان سور، ولا كليت هاد الربعه ديال الطوستات ما غاديش نتغدى. ايوا يا اختي على هاد الوجه خلاص. هادي ريكوتا، هنايا كاين هذا الفرماج، درت فيها الفرماج هذا، وكويس ديالي ديال لويزا فوالا. كويدات بزاف تيقول لي صافا علاش ما كتخرجيش. البنات انا حاليا والله هذه فرماجه ديال غالي، انا حاليا كنعيش احسن ايام كنعيشهم دابا مع ولدي، وكنعيشهم معاه نهار بنهار ملي تزاد. وتبارك الله كنديرها ها كنلقاه كبر، كنديرها ها الوقت كيدوز بالزربه. فانا ما بغيتش الخروج ما غيفوتش، ولكن ولدي لاج ديالو غادي يفوت، فهمتي؟ ولدي هاد الايامات باغا نعيشو معاه، انا باغا نشوفو انا ادق التفاصيل ديالو، انا اللي باغا نعيشهم معاه. واش فهمتوا البنات؟ راه تخيلوا شحال من خدمه كان انوليها على قبل ولدي، شحال من ديبلاسمون خارج فاس، خدمه فيها فلوس صحيحه كنحبسها على قبل ولدي. شتي انا اقسم لكم بالله البنات، والله ما عندي غرض في الفلوس قد ما عندي غرض انني نعيش مرتاح، باغي نعيش ترونكيل مرتاحه صافي. وهادشي اش كتشوفوني انا ما عندي لا صحاب لا يعني ديك قلت كثرت الصحاب وداكشي والو، كتشوفوني غير مع هويا، ما عنديش ديك الزقله وخرجي مع هادي ومع هادي ومع هادي، ولصق في هادي باش نبان انا في يوتيوب، ولصق في الاخرى باش نبان في يوتيوب، والو. ساده على راسي في دويرتي في قوقعتي اختي، وكنعيش مع وليدي هاد الاعوام الاولى كيكونوا زوينين، هاد الشهور الاولى تبارك الله الوليدات دغيا تيكبروا والله. دونك هاد الشهيرات الاولين تيكونوا زوينين مع الوليدات. ايوا فوالا اختي، ياك الفلوس ديالي ياك والله الا البنات شحال من خدمه، والله الا كان انوليها شحال من حاجه كتجيني ما كنخدمهاش. ايوا هادشي اللي كاين، ما عندنا ما نديرو.
الكبيده تغالي نعس اختي شويه الدنيا بقى لي التصبين، مبغيتش نصبن دابا على ودي تغالي نعس، خلي اختي تيفيق. شهيت اختي، شهيت نصوب شعري سامبل هكا يعني يكون هابط هكا. شوفوا ماما جات عندي وجبت معاها الطعام. يا زعمي دابا غادي ندوز اختي باش غادي نصبن شي حويجات عندي. 44 كافية صافي، نخليهم في 44 سينو بوغ البرودوي. غادي نستخدم هذا ديال الكف زوين، وتشكروا لي البنات داك المره في الفلوغ فاش كنت خديته، شكروا لي البنات. انا مازال كنجرب فيه صراحه، مازال ما عرفتش واش زوين ولا ما زوينش، مازال في طور التجربه. انا كنت مولفه كنصبن باريال، دابا بغيت نبدل زعما بغيت نجرب حاجه اخرى، خديت هذا ومازال كنجرب فيه دي. وهذا البنات راه غير كريطينه محطوطه فوق الماكينه، وهذه الميكا اللي كنطرق بها الماكينه باش ما تكرفش ليا اختي. لزامي لقيتوني هنايا كنوجد لماما كاسكروت، انا صراحه ما قادراش ناكل ما فيها ما ناكل، دونك حطيت ليها الشريحه هاد البسكوي هذا مالح، حطيت ليها الجبن والفرماج، انا عاد نزيد لها التوست والقهوه وكويس ديال الحليب سخون. شوف اختي هادي، شوف اختي ما ناكلش ياك قلت لك تجي عامه واكله. لا ماشي هكاك، وليت كناكل واتو بنات حنت كتاكل. جي راه تاكلني فاش ما تلقاونيش عارفوا راه كلاتني ماما. لي زامي تشوفون اختي قلت هنا واش عاد لكم الرينغ لايت، عرفتوا كتجي لا كاليتي فنه بالرينغ لايت، وانا يا فيا العجز ما كنشعش لكم رينغ لايت فاش كنكون كنصور. شوفوا لا كاليتي شحال مبدله ما بين اللقطات اللي قبل وما بين دابا، واعره لا كاليتي ديالو، ولكن انايا ما كنعكز، ولكن من دابا الفوق وعد غادي نحاول نقاد لكم لا كاليتي ديال التصوير، غادي نقاد لكم شحال من حاجه البنات. المهم ابار سا انولينا الخرجه، ما بقيناش غادي نخرجوا على وديت غالي، رضعته انا حسب لي غير رضع ونديروا في كراسه ونخرجوا، رضعته وينعس، قلت صافي خليه ينعس بلايصته يرتاح. ديجا دابا هادي راه السبعة، ظلام الحال ما بقى خروج النيت، فجبت حدايا المرايه وجبت حدايا ماي ميك اب، وباغا ندير واحد الميك اب اللي هو موف، باغا ندير ميك اب موف هانتوما عيبان لكم من هادشي اللي جايبه لا بلوبار، جايبه الموف هنايا وداكشي. بالنسبه لي باليت غادي نخدم بهذه الكونتور ديال ريفولوسيون، هذه ديال هدى بيوتي غنخدم بها حيت فيها لي كولور موف. خلاص هذه ما باليت ديال الهايلايت ديال ريفولوسيون، وهاد لا باليت هذه ديال دونات ها هي فيها الموف ايتو. عمر الحال عمر تبقي ضحكني. المهم هادشي اللي كاين الكبيدات ولي بانسو ديالي صافي اختي، غادي ندير اللوك اللي باغا ودابا نبارطاجيه معاكم. وشوفوا ليا لي زامي لا كاليتي هكا فاش كنقلب لكم الكاميرا، دابا راني كنصور بالكاميرا اللورانيه ديال التليفون، واعره كتصور واعر مع الضو كتصور خطيره، وانا ما كنصورش بها. يلا اختي فهمت السطه، كيعجبني نصور ونكون كنشوف راسي فهمتوا، كنشوف شنو كنصور واش كيتفيلم داكشي واش لا، هذا هو البروبليم. ولكن انا تنوعدكم ان غادي نقاد لكم لا كاليتي، لان انا براسي ديك لا كاليتي اللي كنصور بها مؤخرا ما بقاتش كتعجبني، مضببه والظلام ما اختي على هذا الشيء. صافي غادي نبقى نقاد لكم الرينغ لايت ونصور لكم طريقة زوينه. شوفوا البنات هذه اللي شجعتني على الميك اب، هذه المبربره هذه قالت لي ناضي ناضي تقعدي نديرو ماكياج وغادي تصورني البنات. دابا انا كنت باغي ندير ميك اب ولكن نتصور برا، دابا اختي ظلام الحال علاش انا نتصور برا، دونك غادي ديري لي دوك البلانات ديالك سابقا لابقا. اييه هذاك شي سابقا لابقا هو اللي غنديروه دابا. صافي يلا فكر اختي شنو غادي ديري. شوفوا لي زامي صورت لكم ديك اللقطه اللي قبل من هذه، صورتها لكم بالكاميرا هذه اللورانيه، فريمون لا كاليتي ديالها واعره واعره، وانا ما كنصورش بها، ولا كاليتي كتزيد مزيان فاش كنشعل الرينغ لايت كتولي خطيره والله القسم البنات. وانا معكازه مي والله ما غنبقى نعكس. دابا اختي غادي نقطع لكم ونتلاقاكم ان شاء الله مور ما ندير الميك اب ديالي، انا مفرشه هنايا كلشي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الفونديشن اللي كندير هو هذا اختي، لحقاش كنلقى اسئله هكا في انستغرام ايتو، هذا هو الفونديشن اللي كندير ديال فيتمي، هادي فيتمي ميبلين 220 فوالا.
ايزامي سالينا الميكاب ديالنا عرفتو دوكويكم ما درتش ماكياج بحال هكا والبنات تبارك الله في التيك توك. المهم بزاف ديال البنات صراحه شكرا بزاف كبرتو بيا البنات كيصيفطوا قليبات وريضات ميرسي بوك والله يخطيكم ابار ساك بيدات شو ودي كيشوف فيا ابار ساك بيدات البنات بقاو كيزعموا فيا ديري هادي زيدي هادي حيدي هادي ديري هادي سيف حالك فالكبيدات. المهم ها هو لو لوك فينال دابا معضو بزاف ما غاديش يبان لكم مزيان، مي هذا هو اللوك اللي درت. علاش درتو بحال هكا؟ راه ما خرجاش بيه باش بلا ما نلقى لي كومونتير عيقتي ادرتي بزاف، ما خرج بيه ما والو، بغيت غير ندير دي فوتو ليا. وفاش كنكونوا غادي نديروا دي فوتو راه خاصكم تاكزاجيرو في الميكاب باش كيبان في التصاور، لان درتي ماكياج خفيف في التصوار ما كيبانش كاع صافي. اصلا ما عرفتش فاش درتي الكراطه ما كاينش اللي غيصورك سالي في حالك. سينو كبيدات بالنسبه للميكاب ها نتوما خدمت بالموف فوالا، لصقت الشفيرات هنايا غير في الاخر، لصقت الشفيرات غير في الاخر صافي الكبيدات فوالا. المهم انا كيبان لي انني درت بزاف المكياج، ولكن هذا مكياج ديال الحطره ديال شوتينغ. الا كنتي باغا ديري شوتينغ باغا تخدمي ميكاب راسك صراحه زوين. والبنات اللي كانوا في اللايف راهم تفرجوا في لي زيتاب كاملين، تفرجوا في لي برودوي اللي خدمت بهم وفي كلشي. دونك نيزيتي با نتوما اللي في يوتيوب نيزيتي با انكم تدخلوا وتابعوني في تيك توك ديالي، مرحبا بكم، ما تنساش في انستغرام. بون لي زامي، بالنسبه للبنات اللي تسولوني على السوان ديال شعري، السوان اللي كنت درت لشعري كنت درت هادي دابا تقريبا شي شهرين ولا بحال هكا، السوان ديال شهرين ولا 3 شهور ديال بلاك ديامون. بالنسبه للبنات اللي كيسولوا على اللوكال درتو في صالون اكا اكا فوريو، ادخلوا الانستغرام كتبوا اكا صالون غادي يطلع لكم. كاين فاس حدا بول، بالنسبه للبنات ديال فاس راه جاي حدا بول، غزاله الخدمه ديال خليل، غزاله غزاله غزاله، والخدمه ديال ميتا هي عفاف فن البنات، سيرفيس زوين. فانا عندهم صايب السوان وعندهم كنصايب زعما شعري. المهم انا غير بارطاجيت معكم باش البنات يعرفوا السوان شنو سميتو، راه قلت لكم سميتو بلاك ديامون. والبنات ديال فاس لوكال انا نعدتو لكم، سيروا الا بغيتو ديروا معكم حتى ثمن مناسب قولوا لهم جينا من لابار ديال صفاء وغادي يقادو لكم ثمن زوين وخدمه زوينه. ديجا هما خدمتهم زوينه بيا انا ولا بلا بيا خدمتهم في فنه. بون فوالا هادشي اللي كاين. عجبك كبيدات من قبيله وانا جالسه كنصور لكم دي فيديو تيك توك فنين، راه غادي تلقاهم في لاباج تيك توك ديالي، وغنحط لكم حتى شي وحدين في الانستغرام. سينو بالنسبه لي فوتو غادي يكونوا في الانستغرام ديالي. بيسو. شوفوا كبيدات راه كتبان لكم في المرايه، راه اي ظهري كلاني صحاب جوج وجوه ولكم كيتقابلوا بلا بلا ويعطيه يلا اختي نحضروا معاك على هذا الشيء. شوفوا شوفوا هي بنات عندها الكرش، شوفوا 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 هي وهادي والله الا خرجت لك الكرشه مسخوطه دابا حدا اكثر ناكلو ويا اختي راه فيا ثاني الجوع والله يلا صور اختي صور اويلي. السلام عليكم صحاب الهضره في الظهر، يهضرها هو وحدايا ماشي حتى يروح عليا. اي ظهرك لاني صحاب جوج وجوه مولاكم كيتقابلوا بلا بلا ويعطيه صافي انا نقول لك صوريها صافي صور البنات كنبقى نفتي عليها. السلام عليكم صحاب الهضره في الظهر، راجلي جا شوف كتجلس كتبت شوفوا البنات السلام عليكم صحاب الهضره في الظهر. بون يا دره وحدايا ماشي حتى يروح عليا. اي ظهري كلاني صحاب جوج جوج مولاكم كيتقابلوا بلا بلا يعطي انا كنفت عليها البنات شنو تقول ماجاش لاصق لا خصك تعاودي لا لا وي لا 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 ما جاش عاودي هذا الصوت ابغى نعاودو اختي ما جاش معنا ما نديرو ليك بنات هي غديروا لنا ندير لكم هنا. السلام عليكم صحاب الهضره في الظهر. بون لا عندها شي هضره معايا يهضر هو وحدايا ماشي حتى يروح عليا. اي ظهري كلان صحاب جوج وجوه مولاكم كيتقابلوا بلا بلا ويعطيه
شوفوا شوفوا هويا شوفوا قلبي خليني نشوف مش حتى يروح عليا اي ضهريت لي انا صحاب شو شو مولاكم كي تقابلوا بلا بلا ويعطيك اختي ضحكين هذاك شو تقرشتي وحده في لي كومونتير ضحكين اختي غنطلعينها غنفوجين صافي هادشي اللي كاين اختي لي زامي دابا غادي نجمعوا هاد الروينه اللي دايرين اللي درناه هنايا غادي نجمع الميكاب ديالي كامل غادي نديه ولدي خرج هو وباباه غادي نجمع حتى هاد الروينه كامله غادي نستفو كل حاجه بلاصتها ملي نديها البيت ايتو ومن بعد اختي عاد غادي نجلسو باش نتعشاو كبيده تلقيتوني جالسه كنديماكي اختي وجهي و... وفي نفس الوقت عرفتو ديماكيتو وكنحس بلي باقي فيه المكياج راكم عارفين اختي مشيت كنصيب لعمر اتاي قالك تشهى اتاي اختي ايوا صافي وحنايا انا وهي معاد غادي نتعشاو المهم اختي غادي نغسل وجهي مزيان 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 كبيده تلقيتوني جالسه كنديماكي اختي وجهي و... وفي نفس الوقت تو ديماكيتو وكنحس بلي باقي فيه المكياج راكم عارفين اختي كنصيب لعمر اتاي قالك تشهى اتاي اختي المهم عاد غادي نتعشاو المهم اختي غادي نغسل وجهي مزيان كيف كيفما شفتو اختي غادي نابليكي السيروم ديالي هذا اللي كندير استخدمته يعني اول مره شريته ماشي فايت شريه وشريه وشريه شريته مره واحده وصراحه صدق ليا زوين غير هو الثمن ديالو زايد غادي ندير هذا كونتور دي زو انا ما كنديرش داكشي ديال الكونتور دي زو المهم غندير غير واحد شويه داتاتو ليه هويا قالت لي ديري فوالا كرشم الريحه اللي فيه المهم فوالا اختي هادشي اللي درنا دابا غادي ندير شويه 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 ديال هذا قدروا فمي صافي النهار ديالنا كان هو هذا كنتمنى فريمون لا فيديو تعجبكم كنتمنى نكونوا كندوزو وقت زوينه مع بعضياتنا انا صراحه كنفرح بزاف فاش كنصور لكم وكنفرح بزاف فاش كيكون التفاعل وفاش كتفاعلوا معايا لا في لي كومونتير ولا في لي لايك كنعرف ان الحاجه يعني عجبتكم وان داكشي اللي كنبارطاج معكم كتفرجوا فيه نخليكم على خير وغادي نقول لكم باي باي ليكم نشوفكم ان شاء الله في فلوق واحد اخر